سلمي ما على بيت مع السلامة. وش حالك النبيه؟ مع السلامة. وين لاباس؟ ربي يبارك علينا. اسمهم ربي يبارك علينا. ربي يتقص الله أكبر على الحق. صلى دعوة مقبولة. يبارك علينا ربي. الله أكبر. الله قادر كبير على كل شيء قدير. خلينا نقص زين توا البنات. واحد برك؟ ايه حتى نسلم واحد برك. هات خليته. شعال شعال حليتي ولا ما حليتي؟ تعرفي الحديد نار كي حطيت عليه ايدي نار. خيتي شعلني هيك يا ماتي يا ناري. شعلني اخي شعلني يا ربي. تعرفوا قاعده في الغرض والدنيا لا يوم وقعدي على روحها. لا لا وقعدي على روحنا. شي يوم قدرت ربي بشتبرت. قلت لك يوم قدرت ربي بشتبرت. خذ ضربي باش تبرد. قال لك اسبوع كامل الطاقه فيك. هاي سحبت كذا مسحبت كذا بسم الله. تجينا هيك صحيان شي فيها الناس. دبوزه ورا الاخرى دبوزه ورا الاخرى. بسم الله بدينا وعني بيصلينا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الورد والفل والياسمين. عسلمتكم. مرحبا بكم صديقاتي. شنيا حوالكم لباس؟ يا رب كلكم تكونوا في خير وفي صحة وفي نعمة. الصوت مش تبع التصويرة لأنه عندي مشكلة مع السيلفي. معاش طلع لي الصوت كي نسجل بيه. مانيش عارفة شنو المشكل. المهم صديقاتي فيديو اليوم شوفوا السخانة ساعة قبل كل شيء هذايا اللي نتذكروا وانا نحكي لكم. الدنيا سخونه برشا. ربي برد علينا كما كنت تسمعوا فيا انا ويما. جنوب وتعرفوا سخانه الجنوب سخانه معتبره وسخانه دوبل وتريبل. يا ربي ان شاء الله هالايامات تمشي في ساعه في ساعه. ربي برد علينا السموم على الناس اللي تخدم على الناس اللي الفلاح على الناس اللي تشد ثنيه. ربي برد على الجميع وان شاء الله هكا فتره ونتعدوها في ساعه في ساعه. اما صيف السنه ما شاء الله هو كل صيف فيه الفترات هذه فيه الغسرات هذه. المهم اليوم روتين النشاط الحيويه. اليوم الاكله الجدود مع يما. حبيت نشارككم الروتين هذايا ان شاء الله فرجه ممتعه للناس الكل وان شاء الله تستنفعوا معنا بفكره اليوم دبارت اليوم. اليوم هنا كيما قاعدين تشوفوا هنا يما قاعده تحضر في المقفول نتاعها. هذه اكله عندي برشا نحب نشاركها معاكم. وحنا معناتها نستعملوها برشا في الصيف نطيبوها برشا في الصيف وناكلوها خاصه مع الدلاع ومع البطيخ ومع الحاجات هذيا. هو الكسكسي هنا حاجه من الحاجات اللي تطيب بها اكله اليوم هو الكسكسي. خليكم مع الفيديو ان شاء الله فرجه ممتعه للناس كلها وان شاء الله تستفادوا من بارت اليوم وتجربوها وتعطونا رايكم فيها. وهنا صديقاتي اول حاجه باش تعملها ماما باش تصب الكسكسي نتاعها. صبي ماما على روح الكسكسي. احنا هنا استعملنا كسكسي رقيق. انتم تحبوا تعملوا متوسط انتم احرى كل واحد وشنو مستنس يطيب. هنا حطينا المقفول قاعد يسخن عليه الماء نتاعه وباش تبل يوم الكسكسي عادي. اول حاجه تعمل واش تعملي يوم الكسكسي؟ ساعات نبدا نتكلم البنات تجيني كي القصه في صوتي وحدها. تحطها يفور تسنو راه مازال مش كيكو برا. راه صبيتي الزيت والملح هيم؟ مازلتي بالعكس يما كنت تصبي الزيت الاول يقولوا ما يكعبرش. قلت لكم صبوا الماء الاول وبعد الزيت كل مره نتعلموا حاجه. ها يما عمي انا نتعلم منك. لا
هنا بعد ما كسكساتها هي مكسيتها وباش تزيدها قاعدة تزيد فيه في الماء، راهو تعرف روحها قداش الكمية اللي باش تسحق لها نتاع الماء. شو قلتي ماما؟ بطبيعتها هما صبوا لها الزيت هاو كتحوا الكسكسي يعود خارج من ريحة الزيت. كاملة هما يصبوا لها الزيت. يقول لهم هو ديجا مفور هذا ماخذينه الحار، قلت لكم بطبيعته هما يصبوا له الزيت. صبي مال انت يوم الماء يوم ما تحل بالماء تو شفتي مش مكعبر تو؟ اي هاي فات نحلي دبوزة، هاي هاني حليت لك دبوزة. عتصب يما تو شوية زيت، قلت ديجا هو فيه زيت وتكمل يما أتكسكس. تعملي ملح يما؟ في الثانية نعمل ملح. باهي في الثانية بنشوفوا الطريقة، يعني حاجة سبيسيال شوي، حاجة جديدة. هذايا راهو نقوع نقعته يما، هذايا فلفل البنات عملته هي أم ديال هو الجزر. سلمي هاي يوم يوم تو باش تصب في الكسكاس، هاكي الكسكاس هي لا لا خلي كان تصب فوق مني. تصبي فوق منها عادي؟ هاي ها. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتي ما كاينش حتى الكبيرة؟ ماشي حتى الكبيرة قالتي شو يوم هنا صحيح باش تسكري تعملي لها هكا زداده يوم هاي تو يوم مش عملها زاده وتخليه على روحها هي يفوق هاي يوم هاي باش نعملو زداده باش نعملو زداده. طيب هنا عملت زداده باش تخلي الكسكسي نتاعها يفور على روحها. هنا يما قاعدة تقص في البصل تشوفوا شنو باش نعملوا بيه. المفروض توا جماعة متلو يتفرجوا فيه ممكن يعرفوا شنو قاعدة نطيب. يكتبوا عاد البنات يكتبوا شنو قاعدين نحضر. هنا تقص ماما البصل الجويد زعما شنو يا ربي شنو الأكلة ذي، هي أكلة من أول الزمان وتتعمل أكثريتها في الصيف وتتاكل بالدلاع وفلفل الجريد. تنجموا حتى الفلفل الاخضر تنجموا تاكلوا بيه، ما احنا نحبوا فلفل الجريد وهي مسميه هيك عندكم الميريسه ما تجي الا فلفل الجريد تجيب لينا برشا. حتى تعملوها فلفل حار اخضر تقصوه جويد يجيكم به، اما عزها بالفلفل الجريد عندها طعمها الخاص. هي البصل لهنا كمل ماما تقصه من بعد نرجعوا لكم تبدا تحضر في الخلطه. والله يا البنات يا يما توك عيطت ريتوا الريحه في الدار ومنيتي الكاميرا طلع الريحه بشموا الريحه ما بينها نتاع الكسكسي كيف فور. هيا ماما باش تصبيه هنا خلنا بعد عليه. قلت ماما هيا فات قبل ما يعجن او تنحي الخيط هذا يا ماما اللي سد بيه هذاك هو سر كل غاديك. تو ماما باش تصب لنا في ال بسم الله بسم الله ما شاء الله هكا تطلعي بالمغرف تاع تاع العود تاع العود باه. ماما هاي ماما هما هنا باش تهبط هذاك كسكس. الريحة يا البنات ما عندكم حتى فكرة رغم انه مازال ما تزادلوش حتى شيء. تشوفوا الطريقة شنو باش يتزاد تسعودوا تجربوها. أول مرة نشاركها معاكم. هنا صاي حطت ماما صاي توا شو باش تعمل ماما؟ نصب الماء في الكسكسي. إيه توا نصب ماما الماء في الكسكسي. هذا يما مش قبل عطيتهولي هزيته معايا للجامعة. ها أصغر منه اللي عطيتهولي؟ لا هذاك وحده قدها. ها باهي. هذا هنا الماء ماما
تو الثني هو الثني هذه يوم تفويره الثاني باش تو باش نفوحوه راهو البنات باش تشوفوا الطريقه. هنا باش صب ماما الملح. صبي ماما الملح على روح. حطت الملح ما حطيتش في التفويره الاولى حط في التفويره الثانيه. تو باش تشوفوا الطريقه نتاعنا باش خلي ماما ذا على جنب تو باش توريكم شنو باش تزيدي. هذه الاكله اللي قلت لكم عليها اللي نحبوها برشا. ها مازالت ماما هنا تزيد الماء اللي تحسه هو وهذا يتسمى عيش يابس. هذه الاكله عيش يابس يابس على خاطر من غير مرق. عيش يابس على خاطر من غير مرق فهمتوا. اما باش تعملوا صوص سبيسيال قال لي راهو الفلفل حار 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 فلفل مرحي حار برشا يوم تعملي منه كان هو ما تزيديش في لافل الاخرين. الفلفل الاخضر مثلا عودي نقصي ما تعمليش برشا. وهنا الكسكس نتاعنا حضر ذي باش خلي راهو مش باش نحطوه توا ديريكت باش نزيدوه حاجات عطاو تشوفوه ما باش تخلط يما هنا حاجات اللي باش تزيد. اكله بنينه ياسر البنات وبدكم ولا شيء جربوهم. شوفوا ماما كيفاش بلتها الزبده نتاعها باش تحطها من بعد. توا هنا باش نبداو توا في تخليط اكله الجدود. هنا الطماطم تاع ام جي ماشي عاملين هاك الحول واحد اللي يتحل ويتسكر من ها هنا خلينا الخطاف. هذا البصل الاحمر هذا المهريسه وانا ماما رحي فيه الثوم. هنا الفلفل الاحمر مرحي فرغ عليها ماما الفلفل الاحمر مرحي وقت توا العول. خذينا حار 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 اي ماما هاي ماما هنا باش نحط الفلفل المرحي احمر مع البصل دي الخلطه بتاع الكسكس. وهنا باش تزيد راه هو لونه احمر اماكم عارفين نحل الفلاش الثوم هاو الثوم مهرس مع اللفاح عطي منظر اخر. صحيح هاتي ندوروه بعديها توا باش نعمل طماطم باهي اعمل ماما طماطم. توا ماما حطت طماطم معجونه باش نعملو الزيت باهي. توا ماما باش تزيد الزيت او انا باش تزيده فم في الخلطة. هذا هو الزيت هي عينها ميزانها تعرف امور تخلط. توا ماما ماما باش تزيدي فلفل جيريد باش تحطي توا يوم ولا خلي من بعد قالت خلي من بعد تحبوا تحطوا انتم في الاول حطوا ما خاطر الرياض ما ياكلش الحار باش نعملوا من بعد. انا في العاده اما انا ناكل راه باش نعمل فلت منه حتى قر ناكل هيك نبدا ناكل مغرفه قصي ومعها طرف فلفل. ها هنا الملح زادت يما الملح باه شنو اخر توا تفاح يما لفاح واش مازال كهو هذا كهو فلفل اكحل كان جيت انا راني عملت ما تعملش يما خاطر الرياء طلع عدد الرياء خلطت شكل الخليط هذاك جيبولها عمك الكسكس. هذا الكسكس تو ماما باش تشوفوا كيفاش تحط زين راه مراحل مراحل كل حاجه عندها مراحل. تو ماما باش تبدا تصب هكا هي عادات ناس زمان تو كي صبت مش باش تصبها الكل راهو الكسكسي شفت ها واش باش تعمل باش تصبك الخليط هذاك تو تحطه ترد هكا هنا راهو عندنا برشا وصفات وبرشا اكلات. هاي هاي غير انا الله غالب الوقت وكهو ها وين تاني نصور لكم برشا حاجات نودكم برشا اكلات من الزمن الجميل واصلها الاصيل نتاع الجريدي هي وام جريدي وبابا بو يحيى تحية للجريدي ولاد بو يحيى تحية للناس الكل تونس نقطة نقطة وشبر شبر وبربر. صبي ماما عاوني ماما قاعدة تصب هذه بعد ما تحط شفتوا كيفاش تغلفوا عاوني ولا لكم موس وشوكولا
بالفريز ولا باللي تحبوا نتوما، طبقه بطبقه. هذا هو الكسكسي باش يتعمل، تخليه تو ماما باش يفور التفويره الثانيه معاك الفح نتاعو، ومن بعد تو نرجعو لكم بعد ما تكمل. هذا هو، هذه أكلة تحبوها في الصيف وتتاكل حتى باردة، في بالك الكسكسي هذايا تاكل حتى بارد مع الدلاع، حتى بالسردينة، حتى ونعملوه بالسردينة أكثرية في داري ديما، يمك تجي صيف كامل نعدوه بالسردينة، نعملوه بالسردينة نقلعها ونحطها فيه سفري. يم ذكرتيني، ذكرك في الشهاد. هاي تو نخلوه ونرجعو لهم بعد تو حتى يما تسكر عليه الساعة. هاي باش تعاود تسكر عليه، باش تغطيها يم، يما تو باش تغطيه وباش تسكر عليه. اها باش تعمل له الخيط نتاعو وتخليه يفور لها التفويره الثانيه. هذا هو كسكسينا، هذا هو كسكسينا، نودوكم ولا نشهوكم. هاي يماي توا صاي كسكسينا باش نهبطوه. بسم الله. ليه ما قلبتي من الشيره الاخرى؟ فاتني هذي هناش. هذه هي توا يوم باش نخليه هنا يبرد، مش باش نخليه يبرد، هنا باش نخلطه يوم، باش نخلط الكسكسي هذا. ومعناتها هنا روصايي طاب الكسكسي نتاعي هكا ولا لا يوم؟ هذاك هو الكسكسي نتاعنا هنا باش يتحل طاب ما شاء الله. خلطيه تو يتخلط كعبة كعبة وتشوفوه بعد ما يحضر. خرجوا في الفليت يبسين هكا كيما نحبوهم انا، كيما نحبوهم انا، باش ناكلوه ندوكم نشهوك. هذا باش يولي لونه هيك كنا بالمرق، هو عيش يابس. شفت علاش نقولوا عيش يابس؟ شايع على خاطر هوش مبلول بالمرق. يعطيك الصحة ماما، يسلم يدياتك. سلمك. كيما شنو؟ كيما الكسكس تاع البسباس يتفور اي والكروم اي باهي ماما، يسلم يدياتك. هيا سيدي، هذه مقرونة من عند جيران جابوها لنا تو معطشين. هذايا بطيخ، هذايا العيش يابس، البطاطا الرياض والعنب وشوية غلة. ها وينا نبدا على بركه الله. ابدا على روحك، ابدا ابدا، هز مقرونتك، هز حطها قدامك. قالك رياض نحب المقرونه، رياض قالك نحب المقرونه، ناكل مقرونه تو. قالك ناكل مقرونه، هاوين يحب ياكل مقرونه. اقعد يوم تو نمد هيك هيك يا ماما. هاي شدي ماما، شد. هاي يوم ابدي على روحك انت، يعني جاي انا باش نقعد. وهنا يا صديقاتي وصلنا لاخر الفيديو. محلاها قعيده، قداش نحبها، راني مزربه التصويره هنا، مزربه الفيديو بلوتو. نحبها القعيده هذه مع يما ومع رياض. بعد ما نكملوا هكا نخرجوا من الكوجينه ونتلموا على الماده. ربي ينزل هكا يا البركه في القعده هذه، محلاها لمه العيله، وربي يدومها نعمه ويحفظها من الزوال. ربي يلم شملكم باحبابكم واصحابكم وعائلاتكم. توا ما بقالي كم باش نقول لكم، في امان الله الناس كلها، وان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد، وان شاء الله ربي معانا، وان شاء الله فتره ونتعدوها فتره السخانه دي. ندعو الناس كلها ان شاء الله ربي يبقي علينا الستر اجمعين. بسلامه.